من فترة شفت تعليق لشاب على صورة بنت مش محجبة، بيقول فيها ايه بقى؟ يا بنتي انتي مصيرك النار وربنا غضبان عليكي طول الوقت. والحقيقة يا جماعة ان انا بيجيلي شكاوى كتير جدا من مضايقات النوع ده من البنات. فخليني قبل ما ابدأ اسأل سؤال، مين فينا معصوم؟ مين فينا مفيش في حياته ذنب واحد مش قادر يبطله؟ مين فينا سجله ابيض مفهوش ولا سيئة؟ مين فينا مغلطش ولسه هيغلط؟ البشرية كلها بدأت من غلطة ارتكبها أبو البشر سيدنا آدم لما وسوس له الشيطان وأكل من الشجرة. بدأت الدنيا من معصية عشان ربنا يقول لنا في رسالة عملية إن أي بشر خطاء وإن مفيش حد معصوم من الغلط، غلطنا ولسه هنغلط، فما تفكرش نفسك أحسن من حد ولا إنك واصي على حد، أنت شايل بلاوي كتير محاربتها محتاجة تركيز منك على نفسك مش تركيزك مع الناس. هي مش محجبة وده ذنب، بس شرب سجاير برضو ذنب. هي مش محجبة وانت بتشرب سجاير، هي مش محجبة وانت بتكذب، هي مش محجبة وانت واكل ميراث اخواتك، هي مش محجبة وانت قاطع صلة رحمك، هي مش محجبة وانت امك وابوك مش راضين عنك، هي مش محجبة وانت ما بتصليش اصلا. كل دي ذنوب زي بعضها، طالما بعدنا عن الكبائر يبقى محدش احسن من حد. الاحسن بس هو من اتى الله بقلب سليم بفطره نقيه، بيجاهد نفسه ومعصيته، بيحاول يغير نفسه ومش راضي عن حاله. الايمان لا هو بالشكل ولا هو بالمظاهر، الايمان في تعاملاتك مع البشر، في برك لابوك وامك، في كل تصرفاتك وقربك من ربنا، وفي ميزان عادل في النهايه بيوزن كفة السيئات وكفة الحسنات. انت شفت الناحية الشكلية اللي في حياتها انها بشعرها، بس ما شفتش ناحية تانية خالص كلها خير. ما شفتش اللي بتعمله في حياتها من حسنات كتير بتضاف لرصيدها. يا جماعة احنا لو بصينا في المراية والله هنتكسف لما اشوف واحد ماسك الشيشة في وقت صلاة العصر والناس رايحة الجامع وبيشتم واحدة مش محجبة، بحس بتناقض رهيب فعلا. طيب ما تخليك في مشكلتك وتكسف منها، جاهدها، ادعي لها حتى بالهدايه وادعي لنفسك بالمره، لانك محتاج الدعاء اكتر من اي حد. احنا ماشيين برضا ربنا، برحمته مش بعملنا، بلطفه واطلاعه على قلوبنا. اهم حاجه خلي قلبك ابيض ونقي وقربه من ربنا، هتلاقي حياتك ودنيتك كلها اتغيرت. وخليك في حالك لان حالك محتاج لك أكتر من أي حد.